ريكاردو بدي يرحب فيك بالسيزون 2 من وورد ارت كولكتر انكيوبيتر. وسؤالي الاول لك، كيف ممكن توصف اعمالك الفنيه؟ انا الميديوم اللي بستعملهم هن حسب الموضوع اللي عم عالجه. اتس مور بوليفالنت يعني، بس عندي الديجيتال ارت، فيديو ارت، من بعد ما رجعت من فرنسا، يعني عم نحكي نوعا ما بعد 2006، هن الميديوم اللي بحسهم بيعبروا، بيساعدوني اعبر قد ما في كفنان تشكيلي. حلو. ريكاردو، كم معرض فردي عامل او جماعي مشارك فيه؟ المعارض الفردية عندي معرضين فردية، واحد صار بإسبانيا وواحد بلبنان، إنما المعارض الجماعية ما يمكن بالعشرات، ما عندي رقم. وأفلامي مشاركة بفستيفالات أكيد حسب الفستيفال. شو عامل أفلام؟ أنا ما قريت السي في عنك عن أفلام، بس فيك تشرح لنا إذا بتريد. عندي فيديو اكسبيريمنتال بيكون عندهم مواضيع لها علاقة بالتواصل، بالاتيتيود، بالكوميونيكيشن، بيعنيني لما بيكون في طرح بيعالج مشاكل التواصل، اوقات بيكون في سوء تفاهم، اوقات اثنين بيكونوا عم يحكوا مع بعضهم انما كل شخص مفكر انه عم يفهم على الثاني، بس لا. اوقات بيكون في تنتاتيف انه يحكي مع الثاني والثاني عم يحكي على غير موجه، فهالامور بتعاطف معها وبجرب هيك مثل اتصيدها بالفيديو. يعني فيني سمي الفيديوز اللي بعملهم نوعا ما دوكيومنتير اكسبيريمنتال، فيهم تجارب كتير بحالة بنطرة، يعني بكب أنا الكاميرات مثل اللي عم يتصيد، وين الكاميرا بتلقط شيء من الواقع فيه اللحظة اللي عم نبش عليها، خليه بالمونتاج وبجمعه وبين بسلط الضوء على هيك مواقع. نعم. ريكاردو، بدي أسألك، كيف بتشوف الحالة الفنية بلبنان؟ المستوى تبع الحالة الفنية الموجودة حاليا بلبنان كيف بتوصفها؟ أنا بصنف لبنان أنه دخل على الخارطة العالمية بالفن وبتاريخ الفن وبجغرافية الفن بشكل كبير نوعا ما بعد 9/11، لما صار في بروبلم عالمي وصاروا يشوفوا بالعالم كله شو هو هالميدل إيست وشو بيفكروا بهالميدل إيست، ولبنان من أهم البلدان يلي منفتح على الشرق وعلى الغرب وبيستقبل من جميع اللغات وجميع البلدان. صحيح. من وقتها صار في نهضة كتير كبيرة، وقدروا اللبنانية من خلال الدعم الخارجي واللوكال إنه يخلقوا نوع من المدرسة الخاصة فيهم بطريقة تعبيرهم. هلأ في النيو جينيريشن يلي عم بتكون نوعا ما بين الأول جينيريشن اللي عايشت الحرب الأهلية والجينيريشن اللي إجت بعد الحرب، في فرق بالطريقة بالمواضيع والتعاطف مع الصورة ومعالجة الصورة والإشكالية الفنية اللي بلاحظوا إنه بعد الساحة الفنية vibrant. هلأ صحيح عنا كريزيس مشكلة هلأ حاليا، يعني بعد الـ 9/11 أنا بحط نقطة فاصلة كمان هي انفجار بيروت. يعني انفجار بيروت صار عنا نوعا ما بلبنان إشكالية عدا إن أمنية وحياتية واقتصادية وأعلمية وأي أن تكن، عنا صار إشكالية انه بقيوا بالحرب بقيوا باوروبا وبالعالم يفكروا ثقافيا وفنيا بالحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه ومخلفاتهم. نحن صار عندنا انفجار، يعني من اهم الفساد ممكن يوصل له كخراب وتعتيه. صار فينا عندنا اليوم بايدنا ريزيستنس بدنا نعملها ثقافيا وفنيا، ممكن انطلاقا من
لبنان نعم. وحالته، نرجع نفكر كيف الممارسة الفنية فيها تكون مباشرة أو غير مباشرة عم تعمل ريزيستنس، مواجهة، إعادة قراءة لحالات ممكن تقتل ناس بالعشرات وبالمئات وتهجر، واضح. يعني مثل ما صار بالحروب، نعم وهي انفجار البيروت صحيح. ومخلفاته، على يعني كل كل الفساد والخراب. كلامك كثير واضح وجميل، وبيدعي لإعادة التفكير والمقاومة الثقافية مثل ما عم تحكي فيها. شكرا جزيلا لمشاركتك، ونحن نتمنى لك الحظ السعيد الدائم سواء بهذه المسابقة أو بأعمالك الفنية الجميلة الأخرى، وعلى أمل أنك تنتقل معنا لمراحل أخرى متقدمة من هالبرنامج. شكرا. بشكركم أنا كمان، ميرسي.